اوعى تقول انا عمي فلان، اوعى دي بزعل قوي، مش عارف بتكلم مين، عمي عارف والله، انت مين يعني، انت مش عبد، انت ما بتشمئزش من نفسك في الحمام، اقسم بالله بتشمئز من نفسك في الحمام، وانا وانت. النبي قال اعجب كيف يضحك المرء مما هو فيه، والانسان ده غريب ينسى نفسه، مش عارف انا مين يا عم، انت مين؟ اولك نطفة مذرة، اولك نطفة مذرة، واخرك جيفة قذرة، وانت بين ذلك تحمل العذرة. هو ده انت، وانا احمل البصاقة في فمي يا الله، والعرق تحت ابطي، والبول في مثانتي، والنجاسة في أمعائي، وأمسح عن نفس القذر بيدي كل يوم مرة أو أكثر. إيه أنت مين يعني؟ هو ده أنا وأنت. فما تركنش إلى شيء أبدا، تبرأ، خلي بالك من أنا بقوله ده، تبرأ من حولك وطولك وعلمك وعقلك وقوتك ومددك ومالك وكرسيك ومنصبك وصحتك، تبرأ من كل هذا، ولا تعتمد إلا على الله، ولا تثق إلا في الله، ولا تركن ولا تلجأ إلا إلى الله. ستسعد في دنياك وأخراك، وسينشرح صدرك والله، وستعيش السعادة الحقيقية المذكورة في قول رب البرية: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون.